السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. أطل علينا شهر صفر، هذا الشهر الذي هو واحد من الشهور القمرية التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها أنها وجدت منذ وجد هذا الكون، ووجدت السماوات والأرض وقبل أن يوجد الإنسان. إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. لكن ما نريد التوقف عنده هو أن هذا الشهر يصفه الكثيرون بالنحوسة. نحس هذا الشهر، تشاؤم عادة يحصل عند دخوله، وقد راح هذا الأمر يستدعي من البعض أن يعيش الهم والغم. هلا ليس عند الكثيرين، لكن في ظاهر، وقد نرى البعض يتورعون عن الزواج فيه، أو في هناك من يمتنع إذا أراد أن يشتري منزلاً لا يشتري منزلاً، أو إذا أراد أن يجري معاملة بعض الناس يتورع عن ذلك وغير ذلك من المعاملات. وطبعاً فكرة النحوسة هي لا تختص بشعب من الشعوب أو بدولة من الدول، بل نجد أن هذه الفكرة موجودة حتى في الدول التي تعتبر نفسها أنها دول متقدمة. في بعض الدول لا تذكر رقم 13 لأنه يعتبرونه بيمحوه، لأنه يعتبرونه أنه عدد يحمل في ذاته نحوسة، في هيك تفكير. و هناك الكثير ممن يرى النحوسة مش بس في الأيام في شهر صفر، يراها في حيوان معين يرى صباحا، بعض الحيوانات من حركة الطير كما كانوا في الجاهلية، كان إذا أراد أحدهم أن يذهب إلى سفر يرسل طيرا، إذا ذهب باتجاه اليمين علامة خير يقدم، إذا ذهب باتجاه اليسار معناتها لا في مشكلة من وراء ذلك. وهكذا في كانت عندما يراد أن تقام حروب كان هذا الأمر يعتمد. طبعا الخطورة ليست من ذلك، طبيعي هذا موجود، لكن الخطورة عندما راح البعض يعطي هذه النحوسة بعدا دينيا. ونحن بالنسبة لنا ينبغي أن تكون لدينا كل الحساسية من أن ينسب إلى ديننا ما لا أساس له، ما لم يرد بشكل صحيح، ما لم يرد في القرآن الكريم، في الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أئمة أهل البيت عليهم السلام. طبعا دائما نؤكد أنهم يعبرون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو مما يتناسب مع العقل
لأنه نحن إذا أردنا أن نحدد الأصول التي نعتمد عليها في الوصول إلى الأحكام هي أربعة، طبعاً الكتاب والسنة والعقل. طبعاً في الإجماع اللي يعود الأمر فيه إلى السنة، هي مصادر لابد أن نستند إليها في أي أمر يتعلق بديننا، ولهذا أي أمر ديني لابد أن لا يخالف كتاب الله، أن لا يخالف ما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أهل البيت، ما ثبت طبعاً بنأكد، لأن في هناك ما ورد ليس صحيحاً، وفي كثير مما يتداول قد لا يكون صحيحاً، أو ما يتحدث به بنتأكد، وأيضاً أن يكون لا ينافي العقل، لأن العقل هو أساس في ديننا، العقل هو أساس فيما نؤمن به وفي شريعتنا. هذا الأمر مع الأسف ورد في النصوص الدينية، نحن نقرأ في بعض كتب الأدعية اللي نحن نتداولها هيك لما يبدأ شهر صفر يقال عنه: اعلم أن هذا الشهر معروف بالنحوسة، هيك يقال عنه، ولا شيء أجدى لرفع النحوسة من الصدقة، أنه معناته النحوسة صارت أمر ثابت، إذا أردت أن ترفع هذه النحوسة طبعاً لابد من الصدقة، لابد من التوكل على الله، لابد أن تقرأ الأدعية والاستعاذات المشهورة والمأثورة، ولذلك ورد أنه لابد للإنسان في كل يوم من أيام هذا الشهر، أو على الأقل مرة في عند بداية هذا الشهر: يا شديد القوى، يا شديد المحال، يا عزيز يا عزيز يا عزيز، ذلت بعظمتك جميع خلقك، فاكفني شر خلقك. إذن هذا وارد، طبعاً مش معناته أننا عندما نريده يعني نريد أن نثبته أو أن نتبناه، بنشوف السبب اللي وردت به مثل هذه النصوص. لكن من يتتبع الآيات القرآنية والأحاديث صحيحة السند والمضمون التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أئمة أهل البيت، كلها تؤكد أنه ليس هناك من دور لا للأيام ولا للأشهر ولا للسنوات ولا للأرقام ولا لحركة النجوم والكواكب ولا لحركة الطير ولا لمظهر من المظاهر التي نجدها في واقعنا مما قد يتشائم منه، له دور بحركة الحياة، بحركة الإنسان، لا يمكن أن يحصل ذلك. كل الأمور في الحياة هي تعود إلى الله سبحانه وتعالى. إذا بنحكي عن الزمن، الزمن هو وعاء للأحداث، والأحداث قد تكون مرات فيها خير، مرات فيه هناك أحداث فيها شر، فيها مشاكل، فيها توترات، فيها أحزان، وهكذا ليس هناك من دور في الحياة لأي أمر من هذه الأمور. ولذلك الله سبحانه وتعالى أكد هذه الحقيقة: قل إن الأمر كله، كل شيء في الحياة يعود الأمر فيه إلى الله، والله طبعاً أجرى الأمور ضمن القوانين التي أودعها في الكون أو تلك التي أودعها في حياة الإنسان. قرأنا الآية: قل اللهم مالك الملك، أنت بيدك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، أنت صاحب القرار في الكون والحياة. والله ما جعل لا للأيام دور ولا للأعداد دور ولا لحركة الطير دور، لا، الحياة أجراها ضمن القوانين التي أودعها، واللي نحن نتأثر بها مرة إيجاباً ومرة قد نتأثر بها سلباً. إذا كان هناك من مشاكل وأزمات في الحياة، الله سبحانه وتعالى أكد أن هذه الأزمات هي ليست منه، هي من الناس،
ولذلك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعود الأمر إلى الله، لا يعود الأمر إلى الناس، مش إلى الله، هو الذي سبب كل هالمشاكل والتوترات. الله هو داعية خير، وكل ما عنده هو خير، وهذا ما نؤمن به. ودائما بنقول حتى البلاء الذي يأتينا نحن دائما نتعامل معه أنه من ورائه الخير، وهذا عبر عنه الحديث لدائما يقول: ما خلقت خلقا أحب إلي من عبدي المؤمن، فإني إنما أبتليه لما هو خير له، وعافيه لما هو خير له، أزوي عنه لما هو خير له، وأنا أعلم بما يصلح علي عبدي. بل نجد في الروايات ما ينافي ذلك. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: لا تسبوا الجبال. بعض الناس بيسب الجبال لأن الجبال تنتصب أمامه، بده يضطر حتى يصل إلى المكان أنه يدور حول الجبال. ولا الساعات ولا الأيام ولا الليالي، كلها ليست مسؤولة عن أعمالكم وليست سبباً فيما يحصل لكم. فتشوا عن سبب آخر يمكن بيئتكم، مرات في أمور إلها علاقة بالقوانين التي جرت في الحياة. هنا نورد حواراً جرى مع الإمام الهادي عليه السلام. جاء إليه أحد أصحابه يتذمر ويقول: كفاني الله شرك من يوم ما أشأمك. اليوم كان شؤم علي، كفاني الله شرك اليوم، يبدو يوم تعيس. قال له الإمام الهادي: ترمي بذنبك من لا ذنب له؟ قلت: مولاي أستغفر الله. قال الإمام، لما شاف الإمام زعج: أستغفر الله. ثم الإمام كمل: ما ذنب الأيام حتى صرتم تشاءمون بها؟ ثم قال: أما علمت أن الله هو المثيب، هو المعاقب، هو المجازي بالأعمال، سبب الأعمال. أنت فتش وين نقطة الضعف عندك، وين عملت مشكلة أدت إلى هاي النتيجة التي وصلت إليها، ليش حصلت هالخسارة، ليش حصل هالحادث، وأي أمر من الأمور، فتش عن السبب. وقد عبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله لما قبض ولده إبراهيم انكسفت الشمس آنذاك. هلأ نحن كثير من الحالات إذا حصل مثل ذلك بقول أكيد كسفت، لأنه توفي ولد النبي صلى الله عليه وآله، أكيد النبي عنده كرامة، أكيد كسفت الشمس لحسابه. فقال الناس: انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا صعد رسول الله حتى ينبه، يحذر من هذا الكلام أن يصبح سيرة في واقع الناس في حياتهم. صعد رسول الله إلى المنبر، حمد الله حتى يبين عظمة هذا الأمر، حمد الله وأثنى عليه، قال: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، تجريان بأمره، مطيعان له، لا ينكسفان، ما في شيء لموت أحد ولا لحياة أحد. الكون جاري على قوانين، وهذا بيأكد أن الحياة تجري على قوانين. والله أراد للناس أن يأخذوا بذلك في كل اعتباراتهم، كل حساباتهم. والنبي صلى الله عليه وآله تصدى لهذه الظاهرة، اعتبر أن قدوم شهر أو رؤية إنسان أو طير أو احتساب عدد ما له أي تأثير على حياة الإنسان، بل اعتبر ذلك هو شرك بالله تعالى، شريك لله. ليه؟ أنه عم تحط هؤلاء لهم دور بالحياة، فيما الدور الذي ينبغي دائما أن تأخذه؟ الحياة بيد الله. ولهذا نحن نشعر بالاطمئنان
في هذه الدنيا التي نعيشها لأنها بيد رب رحيم غفور، لا بإيد يوم ولا بإيد أعداد ولا بإيد أي أمر أي ظاهرة من هذه الظواهر التي نجدها في الحياة. ورد في الحديث: من ردته الطيرة، هي التشاؤم اللي عادة يحصل لما يرى واحد إنسان مرات بيتشاؤم منه إذا إله مثلا أعرج أو أعمى، أو بعض الناس بيتشاهم وراء ذلك أنه هذا أمر ما لازم، أو يرى حيوانا مثل بعض الناس بس يشوف صباحا معزة معناتها بصير في مشكلة أو غير ذلك. من ردته الطيرة عن حاجته، كان مقدم على عمل لكن لما حصل ذلك انكفأ فقد أشرك. وفي الحديث: ليس منا لا يكون مسلما من تطير أو صار يدعو إلى ذلك. هناك من استدل على هذه النحوسة في حديث القرآن عن أيام النحسات، قالوا طيب ما القرآن هيك بيقول، عندما يقول: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. أيضا آية أخرى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. بعض الناس قال لا، مش مقصود ذلك، وإلا لو كان مقصود ذلك هاليوم الذي يظل على مر السنوات ويستمر أنه يوم نحس، لا، الزمن هو وعاء تحدث فيه الأحداث. هون بهالوقت حصل هذا الحدث اللي بالنسبة لهؤلاء، والذي هو العذاب الذي نزل عليهم بسبب أخطائهم، بسبب جرمهم، معاندتهم لنبيهم، هذا هو السبب في ذلك. إذن الزمن هو وعاء للأحد، ممكن يصدر فيه خير، ممكن تعبي فيه مثل الوعاء، ممكن تعبي فيه شيء منيح وممكن تعبي فيه شيء مش منيح أو مسيء أو مضر. هلأ في بعض الناس قد يرى أن مبرر النحوسة هو وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبرر في هالشهر هو وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، أيضا قالوا فيه نستعيد ذكرى 40 الإمام الحسين عليه السلام، أيضا في وفيات لعدة من أئمة أهل البيت عليهم السلام، بعض الناس أخذ هذا الأمر، لكن هذا الأمر ليس صحيح، لأنه لا يعني إذا توفي في يوم النبي أو إمام معناته صار هذا يوم نحس، ما له أساس. وإلا إذا أخذنا بهذه القاعدة: ما من يوم إلا وتوفي فيه نبي أو ولي أو توفي فيه عبد صالح له شأن وموقع، كل الأيام يعني بتصير نحس، لأنه مش بس نحن نؤمن بكل الأنبياء وكل الرسل، وبالتالي هذا الأمر، ونحن لا نعتبر أن وفاة رسول الله أمر نحس، هذا أمر الله، الله أراد ذلك، لو أراد الله ما كان حصل، الله أراد عندما توفرت ظروفه وبعدما أدى النبي تمام رسالة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهكذا عندما نتحدث عن الإمام الحسين عليه السلام، لا نرى أن اليوم الذي استشهد فيه هو يوم نحس، ثم إذا كان هيك يعني بده يكون شهر محرم، لأنه هو الشهر الذي استشهد فيه الإمام الحسين عليه السلام، ولا يجعله، العكس، نحن نرى أن استشهاده صحيح في حزن يلفنا نعيشه نعبر عنه، ولكن مش يوم نحس، العكس يوم عزة بالنسبة لنا أن إمامنا قدم نفسه حتى يعلمنا، حتى يربينا أن نكون أعزاء، أن نكون أحرارا، أن يكون قرارنا بيدنا، أن لا نعطي قرار أحد قرارنا، لا نعطي إعطاء الذليل ولا نقر إقرار العبيد، بالعكس يوم عزة بالنسبة لنا. فثم لو بدنا نقول هذا له علاقة بالأحزان، طيب يوم شهر صفر ليس كله أحزان، في هناك أيضا مناسبات عزيزة، في السابع من هذا الشهر ولادة
أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام، الإمام السابع من أئمة أهل البيت الإمام الكاظم عليه السلام. ثم في هذا الشهر، في شهر صفر، كان زواج نبي صلى الله عليه وآله من السيدة خديجة عليه السلام. زواج يوم مبارك بالنسبة لنا، يوم فرح بالنسبة لرسول الله. هلأ ما يورده البعض أن السبب، طيب ليش صار هذا الشهر يوصف بالنحوسة عند البعض؟ باعتبار أنه يذكر أنه يأتي هذا الشهر بعد 3 أشهر سلام، لأن أشهر الحرم هي أشهر كان يحرم فيها القتال، ولذلك كان يتوقف ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه أشهر الحرم يحرم فيها القتال. لما يجي شهر صفر معناته أنه بلشت الحروب، بلشت المشاكل والتوترات، كل واحد بده ينفس صار عن غضبه، إذا حدا كمان حدا مات له حدا بده ياخذ بثأره صار بياخذ، لأن كانوا يتورعون أن يحصل ذلك في الأشهر الحرم، فذكر طبعا هذا ذكر في الإطار. طيب لماذا ذكرت كتب الأدعية وأحاديث مرات كتب إلى وزنها وإلى، لماذا ذكرت؟ طبعا ما ذكرت ذلك لتأكيد هذا الأمر حتى تقول فعلا هذا الشهر إذا قدم فهو نحس، بل حتى تعالج بعض الناس اللي فعلا يخافون من هذا الشهر. بالنهاية في ناس كتير بتجي بتحكيهم إنه شهر صفر، مش شهر نحس، مش صحيح، بيضلوا عنده خوف ويبقى أيضا لديه خوف من رؤية مثلا إنسان مثل ما قلنا عند الصباح، أو من حركة الطير أو غيره. طيب كيف يعالج الإسلام؟ إجا قال الإسلام كان واقعي وعمل على أن يعالج ذلك من خلال دعوته إلى عدة أمور. دعا إلى التوكل، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله كان يقول الطير شرك ولكن الله يذهب، إذا في بنفسك شيء يذهبه بالتوكل، قل توكلت على الله. وأيضا ورد في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يدعو، يعلم الناس أن يدعو، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، لما واحد بيتشائم بيتطير، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. لأنه كمان مرات واحد بيتطير من نظرة إنسان بيعتبره هذا عم يحسده. وكان يدعو أيضا إلى عدم المبالاة بذلك، إذا تطيرت فامضي، ما تهتم، ما تبالي في ذلك. أيها الأحبة، لندخل إلى هذا الشهر شهر صفر كما ينبغي أن ندخل إلى كل الأشهر الأخرى وكل يوم من الأيام. نحن بالنسبة لنا دخولنا لابد دائماً أن يكون دخول المتفائلين بالله، لأنه نحن نؤمن بالله وأن هذا الرب رحيم غفور حاضر بحياتنا، وهو لا يريد بعباده إلا خيراً، ولهذا ندخل دخول دائماً المتفائلين. ثم النبي صلى الله عليه وآله قالنا كمان تفاءلوا بالخير تجدوه، دائما عليكم أن تنظروا إلى الجوانب الإيجابية، لأنه عادة نحن نطلع على الآلام، نطلعش للعناصر اللي الله أودع فينا واللي هي خير لنا. واحد منا إذا أصيب بمرض بيطلع على مرضه، ما بيتصلع أنه الحمد لله الله عمل له جسم سليم مش مثل غيره فائد، الله معطيه كمان معطيه مال، يمكن معطيه موقع، يمكن معطيه حياة طبيعية عم يعيشها مع زوجته مع أولاده، معطيه أولاد وغير ذلك من الأمور. غالبا الناس هيك تتطلع، ولهذا دائما علينا أن ننظر إلى الإيجابيات في حياتنا حتى نبقى متفائلين، إلى نقاط الضوء مش إلى النقاط اللي هي تبعث فينا الشعور بالتشاؤم. ودائما دعاءنا في كل يوم نبدأه مثل ما علمنا الإمام زين العابدين، اللهم واجعله أيمن يوم، بنقول طبعا على مستوى الشهر، اللهم واجعله أيمن شهر عهدناه، وأفضل صاحب صحبناه، وخير وقت ظللنا فيه، واجعلنا من أرض
من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك، أشكرهم لما أوليت من نعمك، وأقومهم بما شرعت من شرائعك، وأوقفهم عما حذرت من نهيك، يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمدٍ عبدك ونبيك وصفيك وحبيبك وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على ستي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك قريب مجيب الدعوات، إنك ماحي السيئات، إنك ولي الأعمال الباقيات الصالحات، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله أحد أصحابه عندما قال لهم: احذروا المال، سطوة المال عليكم، المال بيأثر في كثير من الحالات على إيمانكم، على مواقفكم، ولحسابه قد تتنازلون عن قيمكم ومبادئكم. احذروا المال، فإنه كان فيما مضى رجل، أشار إليه رسول الله، قد جمع مالاً وولداً وأقبل على نفسه وجمع لهم فأوعى، يعني جمع المال صار يحط، يعني يحفظ هذا المال لمين؟ لأولاده، وعلى حساب إيمانه ودينه وقيمه وعلى حساب رضا الله سبحانه وتعالى، هذا حياته كانت. أتاه ملك الموت، قرع بابه، طبعا ما كان لا يعطي فقراء ومساكين، حقوق شرعية أكيد ما له علاقة فيها، قرع بابه ملك الموت، هيك النبي صلى الله عليه وآله أشار، وهو في زي مسكين خرج إليه الحجاب، لأنه له شأن وموقع، فقال لهم: ادعوا لي سيدكم. قالوا: أو يخرج سيدنا إلى مثلك؟ ودفعوه حتى نحوه عن الباب. عاد إليهم في يوم ثان بمثل تلك الهيئة، قال لهم: ادعوا لي سيدكم وأخبروه بوضعه، أنا ملك الموت، جئت أقبض روحه. لما سمع سيدهم هذا الكلام قعد خائفا وقال لأصحابه ولحجابه: لينوا له المقام، قولوا له لعلك تطلب غير سيدنا مغلط بالعنوان، بارك الله فيك. قال لهم: لا، أنا جئت إليه وأنا مأمور أن أنفذ الأمر. دخل عليه، قال له: قم فأوصي، ما كنت موصيا فإني قابض روحك قبل أن أخرس. صاح أهله بكوا. قال لهم: أنا ذاك الرجل، افتحوا الصناديق وكبوا المال، الذهب، الفضة،
ثم أقبل على المال وقال له: لعنك الله يا مال، أنت من أنسيتني ذكر ربي وأغفلتني عن أمر آخرتي حتى بغتني فاجأني. كنت مفكر حالي عندي مال وناس حوالي وكل الأمن متوفر لي وكل أمور الصحة كمان حاضرة في حياتي، حتى بغتني من أمر الله ما قد بغتني، وطبعا قبض روح. أيها الأحبة، هاي وصية لنا، واحد يفكر بهالحياة حتى يكون واعيا لنفسه، أن يعي كل واحد منا مسؤوليته بهالحياة، أن نؤدي كل ما أمر الله، نستعجل ما نقول بعدين ولاحقين وبعدنا شباب والأيام قدامنا، لا، دائما فكر بأنه في كل لحظة قد يأتينا الموت، في حدا فوق رأسه كما يقال خيمة، ما حدا، والموت معقود بنواصينا كما ورد في الحديث. لا نغفل لحساب المال، لا نغفل عن مسؤولياتنا، ونكون جاهزين ليوم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا وضحت عنا هاي الصورة وعشناها، أكيد سنكون أكثر وعياً لأنفسنا، لمسؤولياتنا، نؤدي، نسارع إلى القيام بمسؤولياتنا، لا نخذل أمام مال وأمام موقع وأمام مين مكان، دائماً حساباتنا مع الله سبحانه وتعالى، وجاهزين في أي وقت ندعى إليه، حاضرين كل المتطلبات. طبعاً أطال الله أعماركم جميعاً، لكن بالنهاية اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، ونكون أيضا قادرين أن نواجه التحديات. طبعا نبدأ في هذا الأمر مما في هالبلد، مما حدث في الكحالة، الذي رغم انتهاء البعد الأمني فيه ونأمل أن ينتهي على الصعيد القضائي ويعرف من كان المتسبب بذلك، فإن ما جرى كشف عن هشاشة الوضع الداخلي والتوتر الحاصل على الصعيدين السياسي والطائفي، وقلنا السبب في ذلك هو التجيش. ونحن على هذا الصعيد كنا نأمل أن يدعو هذا الحدث الخطير إلى أن تتداعى القوى السياسية المختلفين مع بعض، وأن يستنفروا جهودهم لإجراء حوار فيما بينهم لمعالجة الأسباب التي أدت إلى ما حصل ومنع تكراره، وإن لم يكن ذلك بالإمكان على الأقل ونظراً لتعقيدات الموجودة في الساحة، إعادة النظر بالخطاب السياسي الموتر المستفز الذي يحصل في الساحة، واللي أشرنا أنه كان له الدور فيما حصل في الكحالة وفي كثير من الأحداث التي تحصل، ويخشى أن يكون ذلك سبباً لأحداث قد تحصل وقد تكون أكثر ضراوة، ولا سيما إذا توفر لها المناخ المناسب لها. لكن بدلاً من ذلك شهدنا تصعيداً على مستوى الخطاب السياسي، بأن وصل إلى حد إعلان القطيعة مع طرف لبناني وازن وفاعل ويحظى بتمثيل شريحة كبيرة من اللبنانيين وله دوره في حماية البلد، وأعلنوا عن إغلاق باب الحوار معه من دون التدبر لنتائج ذلك ولمدى عواقبه على المستوى السياسي والطائفي، أيضاً على المستوى الوطني، في الوقت الذي يعي فيه الجميع عدم جدوى هذه السياسة في بلد لا يقوم إلا بكل طوائفه ومذاهبه ومواقعه السياسية، ما حدا بيقدر يلغي حدا، بل هذا يزيد في التوتر ويسمح لكل من لا يريد خيراً بهذا البلد أن ينفذ من وراء ذلك. ومن هنا نعيد التأكيد على الجميع ورأفة بهذا البلد الذي يتداعى وحرصاً على استقراره إلى الحوار، لا بديل إلا الحوار، هو الطريق الأسلم
لعلاج الأزمات والخلافات، وهو الذي يساهم إذا في هواجس لدى هذه الطائفة أو تلك الطائفة، هو يساهم في إزالة الهواجس. عندما يتحاور الجميع يصلون إلى إزالة ذلك، لكن مع الأسف تراشق هو الذي يحصل، وهو يردم الهوة الحاصلة فيما بين هذه القوى. إذا كان هناك من يقول أنه جرب الحوار سابقاً ولم ينفع، هذا لا يعني أن لا نعيد التجربة. طبعاً بعد دراسة جادة للأسباب الحقيقية لفشل التجربة السابقة، لأنه قد يكون هو السبب في فشلها، البديل عن الحوار هو خراب البلد والمزيد من الانهيار. بالانتقال إلى التقرير الذي صدر عن الجهة المكلفة بالتدقيق الجنائي، والذي أشار بوضوح وبالوثائق بالأسماء والأرقام بالوثائق هذه المرة وبالأسماء والأرقام للفساد والهدر الذي كان يجري داخل المصرف المركزي وفي مؤسسات الدولة، ومن تسهيل حصل لتهريب الأموال إلى الخارج ما أدى إلى ضياع مليارات الدولارات من الخزينة وأموال المودعين، وأوصل البلد إلى حال الانهيار الذي يعاني منه. نحن في هذا المجال طبعاً ندعو القضاء العادل والنزيه إلى أن يقوم بدوره بمحاسبة كل الذين ساهموا بهذا الفساد والهدر، والعمل على إعادة الأموال التي أهدرت أو هربت وأخذت بدون وجه حق إلى الخزينة، وأن لا يتلفلف هذا الأمر كما كثير من الملفات، والتي نرى أنها إذا أعيدت ستساهم في الاستغناء عن القروض الخارجية أو الخضوع لشروط البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، والتي غالباً ما تكون ليست في مصلحة البلد أو هي لغايات، أو عندما تطرح الشروط لغايات وأهداف بعيدة كل البعد عن مصالحه. نبقى عند الأمل الذي يتطلع إليه اللبنانيون كسبيل للخلاص من الأزمات التي يعانون منها على الصعيد المعيشي والحياتي بعدما وصلت الباخرة التي سوف تتولى التنقيب. نحن مع كل اللبنانيين نستبشر خيراً، نأمل أن يحمل إلينا التنقيب الذي سوف يظهر نتائجه، ستظهر نتائجه بعد أشهر، أخباراً سارة بوجود المخزون الكافي والقابل للاستفادة منه على الصعيد التجاري. لكننا نخشى هنا أن تضيع هذه الثروة في دهاليز القوى النافذة، وأن تتحول لحسابها بدلاً من أن تكون لإنقاذ هذا البلد ولحسابه، كما هدرت في السابق الكثير من مقدراته وإمكاناته، وهي خشية مشروعة، خصوصاً حين نرى سعي الكثيرين من القوى السياسية للإطباق على الصندوق السيادي الذي ستوضع فيه أموال هذه الثروة، وفي ذلك إن حصل خيانة للوطن ولأبنائه. في هذا الوقت يستمر الفراغ على الصعيد الرئاسي، رغم أن تداعيات ذلك لن تقف عند الوضع المعيشي والاقتصادي رغم ضراوته، بل وصل الأمر إلى عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، والذي رأينا أولى البوادر فيه في أزمة الكهرباء، وقد تكون في موارد أخرى، وتتعداه إلى الفراغ الذي قد يحصل في مركز قيادة الجيش مع كل تبعات هذا الفراغ. أخيراً، طبعاً كنا نأمل، ومن باب الحرص ولا من باب الدفاع عن أي أحد، نأمل أن لا يصدر القرار الذي نسب إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي رأينا فيه إساءة إلى هذه المؤسسة التي وجدت لتكون حاوية لكل تنوعات المجتمع المنتمي إلى خط أهل البيت عليهم السلام. وقد رأينا مدى الشرخ الذي أحدثه هذا القرار على صعيد الوحدة الداخلية في مرحلة نحن أحوج ما نكون إلى تعزيزها، وفي مرحلة يستغل فيها أي حدث مثل هذا الحدث الذي حصل، وأيضاً أدى إلى تشويه صورة هذه الطائفة التي حملت ولا تزال هم القضايا الكبرى
وهي كانت رائدة في حماية هذا البلد، وهي التي كانت دائماً صمام أمان فيه وتدعو إلى مد جسور التواصل مع الآخرين. هكذا بنيت هذه المؤسسة، وهكذا تكون عليه هذه الطائفة. نحن هنا في هذا المجال نقدر كل المواقف الحكيمة التي سارعت لمعالجة هذا الأمر واحتواء تداعياته وعدم إذكاء ناره، ونأمل أن يستمر ذلك. إننا مع كل قرار نقولها، مع كل قرار يعزز المؤسسة الدينية، نعرف ما قد يدخل إلى هذه المؤسسة وما يصونها وما يحفظها، لكن شرط أن يكون القرار عندما يصدر نزيهاً بعيداً عن الحساسيات التي تخرج أي قرار عن موضوعيته، وأن لا يكون سلاحاً يستخدم لإلغاء هذا التنوع الذي تتسم به هذه الطائفة على كل الصعد، والذي يمثل واحداً من أبرز مميزاتها وعنواناً بارزاً من عناوينها. طبعاً عندما نتحدث عن التنوع، طبعاً تتحدث عن التنوع في الإطار العلمي والموضوعي، والتنوع الذي يأخذ بعين الاعتبار وحدة الساحة الداخلية. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.